السلام عليكم البنات، مرحبا بكم. اليوم معكم سافور نيهال، نكهات نيهال في فيديو جديد ووصفة جديدة. الوصفة تاعي تاع اليوم قنيدلات بنيسلي كراميل والشيكولا. هنايا عندي 125 غرام زبدة، مغرف كبيرة لافاني، حبة بيض، لا ليفيغ شيميك، خميرة الحلوى، الكاطو 11 غرام، 3 مغارف كبار كونفيتير، 3 مغارف كبار مايزينا، والفارينة باش نلمو. هنا البنات راني درت الزبده تاعي، حطيتها، درت معاها لافاني والحبه تاع البيض. هنا سمحوا لي نصور بيد ونخدم بيد. هنايا حليت الحبه تاع البيض مع الزبده والمغرف تاع لافاني، كي حليتها مليح. هنايا ما بغيتش نقطع لكم لا فيديو، ما بغيتش نقص لكم لا فيديو باش تفهموا المراحل بالنسبه للمبتدئات. هنايا تخدمي في قصعه واسعه ولا بسينه واسعه ولا عفسه هكا واسعه. هنايا من بعد اللي حليت الزبده تاعي، حطيت عليها 3 مغارف كبار نتاع كونفيتير مشمش. انتي هنايا الا بغيتي ديري مشمش بقوه واحد اخر ديري، لك الاختيار سيدتي. وزدتهم 3 مغارف كبار تاع مايزينا النشا، زدتهم لا ليفور او ميم طون. هنايا لا ليفور البنات ما درتش باكي كامله، درت غير نصها، ولا بغيتي ديري غير نص مغرفه تاع قهوه، غير نص مغرفه تاع قهوه. هنايا كيما شفتوا في الاول ما خلطتش مليح، ما حليتش الزبده مليح، خاطرش غادي تحل كي نكون ندير فيها هكا، كي نكون نخدم بها هكا. ومن بعد زدتها كاس صغير تاع لاتاي، كاس صغير تاع ماشي تاع لاتاي، الكاس تاع ليموناد اللي نشربو فيه ليموناد، نص تاعه زيت. وبديت نحل، بديت كشغل نخدم فيها، بديت نخدم فيها نحكها كشغل بالكف تاع يدي. سي بور سا قلت لكم خدموا في حاجه واسعه. ومن بعد بديت نزيد الفارينه، الفارينه هنايا دات لي تقريبا 600 غرام، تقريبا 600 غرام عطر ولا 600 غرام، باسكو انا هنايا ما عبرتش، وانايا موالفه ندير تاع 250 غرام تاع زبده تدي لي قريب كيلو تاع فارينه. صافي دير هادي راه دات لي تقريبا 600 غرام. وانتوما شوفوا عينكم ميزانكم على حسب الفارينه اللي عندكم. هنا شوفوا العجينه تاعي راني خدمتها ولات كي البوماده، كي تشوفوها هكا كيما الاخر تشوفوها رطبه. هنايا بديت تلميها شويه غير كيما تعرفوا راه ديجا فيها الزبده، فيها الزيت، والحاجه كاع اللي فيها الزيت خاصك ما تعجنيهاش هي والزبده. الكاطو ما يتعجنش غير يتلم، غير هكا حتى نتحصل على عجينه رطبه وتكون مليحه، ما تكونش قاسحه وما تكونش جاريه كما راكم تشوفوا البنات. ها هي هنايا دوك نوريها لكم كيفاش وجدت. هنايا البنات نروح نوجد، هنايا شوفوا كي تشوفوها فيتكم ما تلصقش عارفي صايرها راها مليحه. هنايا نروح نوجد الليمون تاوعي الصغار. هنايا البنات نتوما على حسب واش عندكم، الا عندكم ليمون الكبار ديروا الكبار، الا عندكم الصغار انا عندي هادو شوفوا لتحت القاعده نتاعهم صغيره. هنايا موالفه ندير بوحدين كاري عندي كبار، تخرج لي 35 31 34 هكاك، ومنين درت بهاد الصغار خرجت لي 40 حبه. هنا البنات اللي ما يعرفوش، ديري في الاول ديري اون بول كويره وسي حطيها باش زعما تعرفي العبار تاعك تاع واللي يعرفوا راهم غير يرفدوا العجين ويحطوا، وانتي تشوفي القوام تاعها كيفاش راها في المول تاعك تاع الحديد. هنا يسمحوا لي البنات كيما قلت لكم راني نخدم غير بيد واحده، هنا راني خدمتها غير بيد واحده كيما راكم تشوفوا. خدمي الجناب تاعك وطريتها على الجناب تاعها. هنايا بعد لي خدمتهم كاع
دوك نوريهم لكم البنات. عمرت كاع الليمون تاوعي، حطيتهم في صيني وقبضت الفرشيطة تاعي وبديت ندق فيهم بالفرشيطة، تقبتهم كاع بهذيك التحت كما تعرفوا راه فيها شويه تاع الخماره باش ما تطلعليش لهذيك الاخر، خاطر انايا صلاحي بهذاك الوسطاني لا طلع لي ما يجينيش التعمار تاعهم مليح. هنا البنات انايا درتها اكسبري، خليتهم تحمروا باش يجوني باينين في الاخر، ما بغيتش نخليهم بويض. كما شفتوا هنايا، الا شفتوا العجينه تاعكم طلعت شويه من في الوسط، عاودوا هودوها غير بصباعكم وهو في الفرن، ومن بعد خرجوهم. هنا كيما راكم تشوفوا طابولي في الجناب طابولي لتحت، جاو حمر وملاح، وبغيت نطيبهم بالعاني هكا، بغيت نطيبهم بزاف باش حتى لاش قعدوا لي مده طويله ما يخسروليش في الساع. هنايا البنات نيسلي كراميل راني ديجا خدمته معاكم، غادي نحط لكم الرابط نتاع تحت لا فيديو. هنايا عمرت به القنيدلات تاوعي، وصدقوني لاباط تاعها جات بزاف هشيشه، جات روعة وبنينة، تقدروا مام ديروا بيها لي طاخت كيما يقولوا، تقدري ديريها مام في بلا كبير وتعمريها زعما السهرات تاع مور الفطور، سهرات رمضان، سهرات تاع رمضان. هنا كيما راكم تشوفوا زدت عاود تعمرتهم غير بشويه بشويه، من بعد قعدت نضربها شويه هكا على الطابله باش يتوازنوا هذاك الاخر، هذيك النيس لي كراميل يجي نيشان كيما راكم تشوفوا هنايا، يجي متواضع كيما نقولوا، يجي على طبقه واحده. هنايا كانت عندي شيكولا نوار البنات، درت لها بان ماري، زدتها جوج معارف تاع ما، زدتها غير جوج معارف تاع ما ودرتها في بان ماري، درتها في كاسرونه، شعلت النار من التحت والكاسرونه فيها الماء وحميت، كي بدا يحمى الماء الغرفه اوتوماتيكمون تحمى وتدوب لي الشيكولا تاعي. هنايا البنات درتها في صاشي عادي نقي، يكون نقي وبالمقص تقبته من التحت، وبديت ندير هذا الشكل عشوائي كيما تبغي انت، تبغي ديري حلزون، تبغي ديري هكا زيكزاك، غير اللي بغيتي. هنايا جو بزاف فور البنات، هنايا باش استعملت باش نخزنهم، ما درتهمش واحده فوق واحده، درتهم في لي كيسات ودرتهم في بلا نيشان، وغطيته بالبابي كادو، كي شغل راني ديته كادو ومن بعد غطيتهم كاع ودسيتهم في بلاصه كيما نقولوا، دسيتهم في بلاصه تكون لاباس الحراره تاعها باش ما تخسرلكش الاخر تاعها، النيس لي كراميل والشيكولا. ونقول لكم ان شاء الله يعجبكم لا فيديو تاعي، الى عجبكم لا فيديو تاعي حطوا لي لي كومونتير وديروا لي الدعم للقناه، اشتركوا فيها، فرجه ممتعه.